قاهر المنصرين، الرجل ذو المهمة، فارس الدعوة، كلها ألقاب أطلقت على الشيخ أحمد ديدات رحمه الله. You see, this book, the Bible, is 66 books. This is an encyclopedia of 66 books, divided into Old Testament and New Testament. In the New Testament, there are Matthew, Mark, Luke, John, and so on, 27 books. The first book is called Matthew, Gospel of Saint Matthew. الرجل الذي أجرى الله الحق على لسانه في مناسبات عديدة، واشتهر بمناظراته وكتاباته في المقارنة بين الدين الإسلامي والدين المسيحي، فهو أحد أكثر علماء المسلمين المتعمقين في نصوص الأناجيل المختلفة. الشيخ أحمد حسين ديدات ولد في تادكهار فار بإقليم سورات بالهند عام 1918 لأبوين مسلمين، وكان والده يعمل بالزراعة وأمه تعاونه، ومكث 9 سنوات ثم انتقل والده إلى جنوب إفريقيا، وعاش الشيخ على منهج أهل السنة والجماعة منذ نعومة أظافره، فلقد التحق بالدراسة بالمركز الإسلامي في دربان لتعلم القرآن الكريم وعلومه وأحكام شريعتنا الإسلامية، وبعد أن أكمل المرحلة الابتدائية قرر أن يعمل لمساعدة والده، فعمل في دكان يبيع الملح، وانتقل للعمل في مصنع للأثاث، وأمضى به 12 عاما إلى أن أصبح مديرا لعمال المصنع، وكان يدرس في ذات الوقت الرياضيات وإدارة الأعمال بالجامعة. نقطة التحول الحقيقي لحياته عندما قدمت إلى دكان الملح الذي يعمل به بعثة تنصيرية، ووجهوا له أسئلة كثيرة عن الإسلام محاولين إقناعه بالمسيحية، ولم يستطع وقتها الإجابة عنها، فقرر أن يدرس الأناجيل بمختلف طبعاتها الإنجليزية، وقام بعمل دراسة مقارنة في الأناجيل ليكتشف في نفسه القدرة والموهبة في العمل من أجل الدعوة الإسلامية ومواجهة المبشرين بالمسيحية، فقرر أن يترك كل الأعمال التجارية ويتفرغ لهذا العمل. وقرأ الشيخ كتاب إظهار الحق للشيخ الهندي رحمه الله، والذي يتناول الهجمة التنصيرية المسيحية على وطن الشيخ الأصلي الهند، فكان لهذا الكتاب العظيم أحد أسباب فتح آفاق الشيخ ديدات للرد على شبهات النصارى، وبداية منهج حواري مع أهل الكتاب وتأصيله تأصيلا شرعيا يوافق المنهج القرآني في دعوة أهل الكتاب إلى الحوار. وعمل الشيخ على التصدي للمنصرين، حتى إنه كان يتفق معهم على زياراتهم في بيوتهم كل يوم أحد لمناقشتهم. ثم سافر الشيخ إلى باكستان في عام 1949 من أجل المال، فقد وجد أنه لكي يجمع مبلغا يفيض عن حاجته لينفقه في الدعوة كان عليه أن يسافر، ومكث في باكستان لمدة 3 سنوات تزوج خلالها وأنجب ولدين وبنتا، وعمل في مصنع للنسيج، وبعدها كان لابد من العودة إلى جنوب إفريقيا، وإلا فقد تصريح الإقامة بها لأنه ليس من مواليد جنوب إفريقيا. وعندما عاد إلى ديربان أصبح مديرا لنفس المصنع الذي سبق أن تركه قبل سفره، ومكث حتى عام 56 يعد نفسه للدعوة إلى الدين الحق، ويقيم مجالس للرد على شبهات النصارى على الإسلام، بالإضافة إلى اتجاهه إلى تعليم مجموعة من التلاميذ طريقة محاورة النصارى من واقع شرائع دينهم وكتابهم المقدس. ويصف الشيخ هذه الفترة من حياته بقوله: اكتشفت أن هذه التجربة كانت أفضل وسيلة تعلمت منها، فأفضل أداة لكي تتعلم هي أن تعلم الآخرين. إن سرا عظيما يكمن وراء ذلك، فإنك إذا بلغت وناقشت وتكلمت فإن الله يفتح أمامك آفاقا جديدة، ولم أدرك قيمة هذه التجربة إلا فيما بعد. وكانت عادته ألا يناظر إلا الذين يتعدون على الإسلام، فيستدعيهم الشيخ للمناظرات ويرد عليهم بالحجة والبرهان أمام عموم المسيحيين، فيدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. في عام 1959 توقف الشيخ تماما عن مواصلة أعماله حتى يتسنى له التفرغ للمهمة التي نظر لها حياته، وهي الدعوة إلى الإسلام من خلال إقامة المناظرات وعقد الندوات والمحاضرات. وفي سعيه الحثيث لأداء هذا الدور العظيم زار العديد من دول العالم،
واشتهر بمناظراته التي عقدها مع كبار رجال الدين المسيحي أمثال كلارك، جيمس واجارت، أنيس شروش. كما أسس معهد السلام لتخريج الدعاة والمركز الدولي للدعوة الإسلامية بمدينة دربان بجنوب إفريقيا. ألف الشيخ أحمد ديدات ما يزيد عن 20 كتابا، وطبع الملايين منها لتوزع بالمجان بخلاف المناظرات التي طبع بعضها، وقام بإلقاء مئات المحاضرات في جميع أنحاء العالم. ولهذه المجهودات الضخمة منح الشيخ أحمد ديدات جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1986. عرف الشيخ أحمد ديدات بشجاعته وجرأته في الدفاع عن الإسلام والرد على الأباطيل والشبهات التي كان يثيرها أعداء الإسلام من النصارى حول النبي صلى الله عليه وسلم، ونتج عن هذا أن أسلم على يديه آلاف من النصارى من مختلف أنحاء العالم، والبعض منهم الآن أصبح من دعاة إلى الإسلام. وفي عام 1996 أصيب فارس الإسلام بمرضه الذي أقعده طريح الفراش طيلة 9 سنوات، حيث أصيب بجلطة في الشريان القاعدي بسبب عدة عوامل، على رأسها أنه مريض بالسكر منذ فترة طويلة ولإجهاده لنفسه في أعمال الدعوة. وفي صباح يوم 8 أغسطس 2005 فقدت الأمة الإسلامية الداعية الإسلامي الكبير الشيخ المجاهد أحمد ديدات، فعليه من الله جزيل الرحمات وواسع المغفرة والكرامات.